أحوال جوية غير مستقرة مستمرة في المنطقة الشمالية، تفاصيل أكثر نستعرضها بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة بالتأثير في المنطقة الشمالية، هي ناتجة عن تمركز لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية من شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام، تعمل على حدوث هذه الأجواء الغير مستقرة وتتكاثر كمية من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات من الأمطار. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في عموم المنطقة الشمالية من الجزيرة العربية ومن المملكة العربية السعودية، هي ناتج عن تمركز لكتلة هوائية باردة في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية تعمل على نشوء هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة فوق شمال مصر، عموم منطقة بلاد الشام وأيضا شمال المملكة العربية السعودية، وتتكاثر كمية من الغيوم وتهطل زخات من الأمطار. تفاصيل أكثر حول زخات الأمطار وتوقعاتها اعتبارا من صباح اليوم الأحد وخلال الأيام القليلة القادمة نستعرضها بهذه الخرائط، حيث تبقى الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في عموم المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية، تحديدا منطقة تبوك، أجزاء من الجوف، الحدود الشمالية. لكن اعتبارا من ليلة الأحد على الاثنين وخلال نهار يوم الاثنين تنتقل هذه الفعالية الجوية أو تنتقل هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي لتشمل مناطق إضافية من الحدود الشمالية وأيضا منطقة حفر الباطن، فيما يميل الطقس للاستقرار تدريجيا في كل من تبوك وأيضا الجوف وأيضا أجزاء الشمالية والغربية من الحدود الشمالية. يوم الثلاثاء بإذن الله تعود الأجواء لتستقر مجددا في عموم المناطق مع انخفاض واضح على درجات الحرارة في عموم المنطقة الشمالية الشرقية والوسطى بما فيها العاصمة الرياض، نستعرض تفاصيلها بعد قليل أثناء استعراضنا للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال الثلاث أيام القادمة. لكن قبل ذلك نستعرض تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء غالبا صافية مع 19 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 18، الرطوبة حوالي 36% والرياح تكون خفيفة إلى معتدلات السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للعاصمة الرياض للثلاث أيام القليلة القادمة، كما ذكرنا هناك انخفاضات متتالية وواضح على درجات الحرارة، يوم الاثنين 32 إلى 17 درجة مئوية، يوم الثلاثاء تنخفض لتسجل 28 إلى 15 درجة مئوية، وتواصل انخفاضها يوم الأربعاء لتسجل 26 إلى 15 درجة مئوية. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن السعودية ليوم الاثنين نبدأها كالعادة من المنطقة الشمالية، تبوك أجواء صافية مع 21 إلى 12، سكاكة 22 إلى 12، وعرعر 21 إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية المدينة المنورة 27 إلى 17، جدة 31 إلى 23 درجة مئوية، مكة المكرمة 33 إلى 22، والطائف 25 إلى 18 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية أجواء مستقرة بشكل عام، أبها 23 إلى 13، الباحة 20 إلى 14 درجة مئوية، وجازان 33 إلى 27 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية الدمام أجواء صافية مع 31 إلى 20، أحوال جوية غير مستقرة في حفر الباطن مع 26 إلى 13، والإحساء 34 إلى 20 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى، الرياض أجواء صافية 32 إلى 17، بريدة زخات من الأمطار 27 إلى 13، وحائل 22 إلى 8 درجات مئوية فقط خلال ساعات الليل. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.